يقول بتشا ها؟ يا نايس بتشا. يا طيب قلبك يا فواز، اشهد بالله انه نظيف. اقعد هنا اقعد هنا ها؟ ما عليه بيجي استريح، وين استريح؟ اقعد بتتقهون بيوصلوا له. ما جابوا فنجير، ما جابوا فنجير. عطني بياله. خلاص تسكر يا عبد الله. المربعانيه متى تدخل؟ يا رب عادي عادي جات العادي. صدق والله هرج من جد. ومفقع قلوب النخل ما ادري ايش اسمه. مفقع قلوب النخل. اي هذا في الصيف. كيت هذا يجوز شهر 8. من اللي قاعد اتذمم؟ ايش اسم الثاني؟ الشبط ما ادري الشبط. العقارب. والعقارب. مقرقع البيبان. مقرقع البيبان. كرف برد العجوز. يا بغيت اقول هذا ها برد العجوز. اي معروف. اوه الكرب بياع عادي دوره مقرن الله يشفيه. يا شيخ يا ولد من جاي جاي من لا في في ميله في ميله واضح اصلا من تحت الارض هذا يطلع. سلام هلا وسهلا ورحمه الله وبركاته. يا رجال مكسر ينقل بس من نور وسرور. مشي الحال رضا يا رجال يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. ردينا قلنا وعليكم السلام. موجودات حجاره يا تابق يا تابق. ايه موجود. كرم كرم لا مكسر يا ريجي. ابو حصه هذا ودو وسيم. جل ودو وسيم. عطني يا رجال. انت سجل. هيان وش العلوم؟ اي يا ابو حصه. مرحبا بك مرحبا بك. بعدين ابو حصه دراهمك واجد انت. بسيط واجد اول اخذت ربع دجاج ب 16 ريال ب 14. وين يا ابو وينها الناضج من الظهر وانا اصلح فيها لا تخربها. هذا احنا من حاشين العمل صف لنا كراسي هذا فصلناه. لا يعني شكل الحضور اليوم 6 طلاب بس تبين. لا اللي بيجي حي الله شو يسوي؟ لا روح الصف الديره كلها. لا في 6 كراسي. وين شنطتي؟ وجهك كان وش؟ وجهك كان مو بخرات يا ولد حقت العيد. هذا صدق على الباب. بنروح نلبس لبس السفير ونرجع. يلا يلا يصير جنتل سفير لانه لايق عليه. تشوفون انه لايق عليه جنتل سفير طول وجهك. جنتل لابد ان جنتل. ما يحتاج ما يحتاج. لا يا بعد راسي ابو حصي قانع. ابو حصي ابو حصي خو عنقه. ابو حصي حرام عليك فلوسك واجد وحنا ملينا جنون. ايش تبي انا اعمل به؟ قال لي انا اللي حاطه انا اللي حاطه. الله على الطالب. هذاك مصطفى طال عمرك. الله على روح قل له ليه انت اللي حاط 20%. لا والله انا ما انا حاط 10. قبل ما يتسلم مخليه 4 ريال اللي ارتفعت. مخليني اتغدى شكشوكه. غازي مخليني اتغدى شكشوكه. مو يفيده مو يفيده. انا اتغدى شكشوكه والله ميلك يا عزيز. انزح حتى المدير خويكم قربت عليه والله ميلك. شوف عاتب بيبكي انا ادري بحصه. تعرف الابهاء الايثار على النفس حبيبي. ابهاء والايثار على النفس. انا زعلان عليك. عفا ليه انك ما زدت الا 20 عقب يا هو. انا اللي انا ما خليها قعيطيه لمثل غازي او 50% يجمع قطيه هو ربعه يجون. يلا نبي هدوء شوي. ارفع يا حبيبي قدر لك قصيده فواز. لا ما في قصيده. تعال تبي ايدي تكتب عليها. لا ما شرط منها كتب. ما في قالك كلها ها ترص. تعال ابو جثير تفضل. حتى نعالي يا ريال انزفت. لا اله الا الله. يا عيون اللي من انساه ما تعشى. تقهو ذبحت. طيب شكرا بس جرب اعمل لي فنجان. ذبحت اللي ابو حصل الفناجيل. وين ابو حاضر؟ لبيك. بس خلي عجيل يقوم وينه؟ اي راح انا ولع راح زيد رصيدك في بدايه. بسم الله الرحمن الرحيم.
مطعمنا مطعم الله يا ابو الهيام شخصيه اعطني الله والنوم ما احلى صب لي في بياله يا ابو الهيام الشيخ حلال ليش يقولون اني انا قديم يا اخي يقولون الشيخ لا يقولون الشيخ علمني يقولون اني انا قديم 2460 زي كذا يعني بلاكس يا اخي انا شيء ايش رايك ابو الهيام وش خير 2460 قصدي ما يشخص غيرك يا ابو زين كله يا والله شوف اذا عجبه شيء يا ابو جعني ما خلى تخبر قال الكلمه هذه يدري انه خبروني اللي كان يقدم قل له وش جوك جوك ابو الهياد خبر اللي كان ابو الهياد والله جوه بيض راجي ضحكت الكاش وانا ابو الهياد خبر اللي يقدم وش اسمه النشره الجويه سحب متفرقه على شمال المملكه طيب عطنا اسمه تتحداك تجيب اسمه اللي يلبس منظر كبير حسن كراني حسن كراني وانا بازر والله اني تاب توفى الله يرحمه وانا موجود اظن اللي كان حي الله يفيه عمره وكان ميت يعني صام الله يرحمه وحي وميت حي ولا ميت السحب متفرقه على شمال المملكه وجنوبها تعال والله يرحمه كان ميت نعم قول في جوك هذا في جوك احنا بس نذكر فيه وش جوك انت يا ابو نهيان ايش جوك انت حصف لي هالمدارس قلت له فاضل امك انا فاضي اللي قلنا المدارس انا من حشيم الجامعات والمدارس 500 تطلع كذا تعال قهوة فواز خذ قهوة فواز تكفى انا احس من عنده قصيدة جوك الان يبغى له قصيدة يا لازم ابو جخير ضارب كراتين ضارب اكثر لا ها تكفى يا ابو جخير يا مني بزر والله بزر كراتين وين الكراتين؟ الرجال فاتم فواز لا ما يحتاج هو ما يحتاج فواز ما شاء الله عليه حفظ على طول بس اكرم اسلام والله ما عليك زود يا ابن جخير ما شاء الله شلون تكتب انت على طول ما ذيب ذيب فواز بن عوده ذا شاعر اللحظه انا اسميه ايش رايك باللقب؟ كلام كبير يا عيوني تسلم عيوني يا عيني عينك شاعر اللحظه رجل ما شاء الله رجال قبل شوي في بيت الحكمه حصلوا فراش وجاحد جاحد ذيبا ما هو بلا جاحد يا ولدك لا اول ما دخل كان اول ما دخل قال طفوه ايه يقول الضياب حق الضياب هذول طلال باللبس انجا كذا المشكلة انه معه من ضمن الفريق يا عيني عينك يا عيني عينك يا ابو عودة ما انا في الفريق من معك يا عودة المهم يا جماعة الخير واجي قلت يا جماعة الخير انتم ما تعرفوا الفواز فواز له وزنية ما حد يعرفها الا انا شافه فاضي اجي قلت يا عيوني قال والله الفلاش انه لي ليش عطنا سياساتك في الحياة يا عيوني قل اي شيء لا انا اعرف شفرته لا عطنا سياسات والله سياستي سياسة أي واحد إنسان على قيد الحياة طيب ممكن أسألك سؤال تفضل وجاوبني بصراحة بس سؤال يعني بس لحد يزعل هذا أخوي النكبة لا ما ما لا يمكن سؤال صعب يعني يمكن سؤال زعلتك لا يمكن سؤال خاص وكذا لا ما أنا زعلتك يلا. حاجة ما عندي أسئلة خاصة حلو لأن أنا هذه خصوصيات ناس أنا ما أتدخل تفضل أنا أسأل أسئلة للعموم يلا مثل أسئلة تجارية مو عمومية يلا مثل إيش مثل السؤال اللي كنت بسألك إياه وهو سؤال مهم صراحة بحضور أبو سعد بحضور أبو طلح لافي اشرب من جالك يلا الله السؤال يا عيون الله السؤال لذيذ جدا خطير ليش شبهوك الناس والجماهير في شخصية فواز عودة بأنها مثل شخصية سعد السبيعي في النسخة السابقة ايش صلة الترابط بينك وبين سعد السبيعي أبو غنى والله يعني ايش الترابط عشانكم شعر مثلا اول شيء يعني اتشوني بصراحه اجاوبك يعني اتشرف اول شيء اني يشبهوني بقامه شعر تمام وبرز وطلع على الاعلام وشخصيه شعر ومرجله كفو يعني ما شبهوني بواحد عادي شبهوني برجال كفو حلو وهذا اتمنى هذا من حظي انا وليش يا عيوني وليش شبهوني يمكن يقولون سعد السبيعي هو سعد السبيعي اسمه سعد السبيعي ابو غنى يقولون يعني شاعر لح موقف على طول يعني نفس النظام ايه ايه تقريبا كذا عشان كذا شبهون يعني الشخصية طيب والشخصية يقول نفس يقول نفس ربطة كذا ونفس ايه أبد يعني هذه الثقل طيب نفسه بس تقل جاني يوم يومين جاك يوم يومين أنت ما أدري إيش فصل عندك فيوز أبو حور كلام سبته أبو حور خفة جاء بلا لا جاء فصل عنده فيوز ما ايه عليه ما في جدار في القرية إلا إيه أبو حور أبو حور أنا شو أبو حور اللي خلاني كذا طيب كيف أثر عليك أبو حور أثر على شخصية الشاعر الثقيل الرزين اللي هو إنسان مثلا من عاش كل شاعر من عاشرة قوم من 40 يوم صار أنا نص عشرته نص المدة صرت مثل عشان لو عاش 40 يوم وش أسوي طيب سبب عندي سؤال ابو تفضل سبب تسميتك بنمر القريه نمر القريه والله هذا سعيد القحطاني
قال يا النمر، قالت لك نمر القرية، قلت نمر القرية يا نمر القرية. وانت كفو وتستاهل هاللقب، وابو عود انت رجل يعني غني عن التعريف، واحنا الله يعزك والله ماني شيء بدونكم، لكن احنا نحب ان ندخل في خضم بعض التفاصيل الداخلية في شخص الشاعر، يعني كلام تجار لا تجار واهل المجمع ترى كلهم من خلال الله يبيضك، لا تجيب تطار المجمع ينفتق يا حبي المجمع وهلها يا عيوني يا عيوني. طيب ايش ضيع شوف سلح عليك يمنى قمت ابتسي انا. طيب نرجع لسؤال ثاني عادي عندي اسالك تفضل، لكن حلو حلو ما اسالك يعني لا اسالني بس يعني ما هي اسئلتك انت انا. طيب السؤال الاول كيف سؤال 100% عادي ايه حلو انا بعيش جوي معاك وذا يا تفضل يا حيوي. وش اللي صار في سنابك اليوم اللي راحت؟ يقولون ان سنابك مخترق عفوا سنابك مخترق، ايش الموضوع ايش السالفه؟ ممكن تعبر عن غير السؤال هذا؟ لا بس غير يا عيون اعلمك انا بموضوع ثاني غير السؤال. ما في هذا لا. يعني مخترق سنابك غير السؤال هذا بس اي ولا لا؟ لا مو مخترق؟ لا. اوكي ما عفوا انتهى الموضوع هذا. اوكي السؤال عندك سؤال ابو ساعتي بتسال تفضل. لا لا انا خلاص ما عندك اسئله ابو خضن خضن وش معناها؟ خضم 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 وش معناها؟ طيب انا بسالك يا سؤال خضم يعني انا بسالك يا ابن زيغ لبيه انت شاعر لبيه ليش ما يعني اشوفك ما نسمع شيء منك يعني ما ادري شو وضعك من البدايه ما سمعنا الا اللي على يوم زد فرصتك صح يا سلطان؟ هذا سؤالك انت انا ما اقدر اسالك ما اقدر اعرف وش السبب يعني انت داخل هنا يعني كممثل او كشاعر او كوش ما تسمع يعني ما تسمعنا يجونا ضيوف يعني ما تسوي بيت هنا ثلاث ابيات يعني شاعر وشاعر كفو يعني مالك تو يعني تو وتملك الموهبه موهبه الشعر والقاء يعني وش هنا في سر هنا اول شيء يا عيوني تفضل يا عيني عينك انا شاعر ما اختلف بس ما هم معناته اني كل يوم او كل يومين او ثلاثه او كل موقف او كل موقف. طيب وليش وش تحتري يعني. انت تقول لي وليش ما تكتب؟ انا اقول لك ليش اكتب. طيب هذه فرصه اكتب وبين نفسك واثبت وجودك ورحب بالضيف ورحب ورحب ابو عوده الشاعر المبدع او ايا كان عنده ماده وماده طيبه وعليكم السلام ورحمه الله سلام ورحمه بيطلع توافقني الراي ابو بيطلع بس متى؟ بيطلع على ونه لا لا صدقني اسمع 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 على ونه في بيت اللي ما يطلع يعني اللي ما يطلع من منبر بدايه زين والله ما يطلع لو يجلس 20 سنه صح الاشاده صدقني والله لا اشاده قويه لا 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 دقيقه دقيقه ابوك خرجك على مثال لحظه الله يرحمه دقيقه نجوم طلعوا العام مني فخمشي سعد السبيعي نعم اول احد يعرفهم صراحه يمكن ما حد يعرفهم الحين طلعوا بالخليج كله انا قلت قصايد بسبت بدايه قلت قصايد في اليوم الوطني قلت قصيدة وطنية حلو و في المشروع قلت قصيدتين قصيدة وطنية وقصيدة أنا بديت من الصفر في حياتي إيه أنا عندي خبر لكن نبي أكثر أنت شاعر جزل رحمة الله وبركاته مرحبا ومسهلا أنت شاعر جزل ونبي منك إبداعات نبي أكثر خلاص لو أحسب القصايد سبع ثمان قصايد يعني ثلاث أيام لو وزع على الأيام في ثلاث أيام ما قلت عموما في اليوم في حدث الشعر هذا أو موضوع الشعر هذا ترى الله حيث موضوع شائك شوي خاصة في برنامج بداية بمعنى أنت الآن عندك 13 شاعر في المشاركين في الموضوع يعني قناة بداية ما هي قناة شعرية يعني نعم يعني في شغلة بنوه لها عندك محمد بن عمرو بن شخير هرجك بن شخير بن شخير لحظه لحظه دقيقه في شعار بس دقيقه كلمه بس الله يرحم ابوك الله شاركوا في الترحيب يعني في الترحيب الان مسك مثلا اي حد يدخل ضيف مسكها انت وبن عمرو طيب لانه انت ودك تسوي الشيء هذا محمد بن شخير لو وده يسوي الشيء هذا يروح يرحب محمد بن شخير لحظه دقيقه محمد بن شخير معروف مساعد ناس جايه بتعيش الحياه بتبي تنبسط كلامك حلو يعني الواقعيه جميل انك تعيش واقعيتك كشاعر جميل ما يمنع انك كل اسبوع تعطينا قصيده اساسا وهذا اللي احنا نسمعه كثير الناس تقوله انا ما نبغى شعر كلامك حلو الجماهير ما تبغى شعر كلام ابن خير بس دقيقه الجماهير ما تبغى شعر في اللي يبي وفي اللي ما يبي صدقني الجماهير وفي اللي يبي وفي اللي يبي المشهد يبي صوت وكذا وفي اللي ما يبي اقول لك فيه وفي حلو اذا عندك 13 شاعر وثمان منشدين والباقيين موزعين ما بين كم واحد واحد تاجر كيف 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 راح توزع كلن يطلع اللي يقول اجته من كيف توزع الموضوع على البث او على اليوم او على الاسابيع او على اي كان انا فاهم العالم عايش حياته انت موقف انت لا تقول لا تقول محمد ليش محمد او شيء معروف من قبل بالمملكه كلها دقيقه
هو دقيقة ممكن لا لا لا, لا مش مش معروف مش معروف معروف يعني هي معروف انه انا اعرفك وانا بشم اللي يعرف ان هذا قبل يدخل وانا وش عرفني وانا بقرية اعرف اوكي محمد معروف ونعم شاعر ما اتكلم عن المعروف تقرني به انا ما حد يعرفني انا هو معروف يا عيوني يا محمد يا عيوني يا ابو سعد واثبت قصيدة واثبت قصيدة وشعره من قبل سنين هذا يا اخوي هذا يا اخوي وقف قدام اقول الملك يا اخوي وقال قصيدة في اليوم الوطني انا لو ما يقصد هنا لو ما يقصد قصيدة واحدة معروف يا عيوني يا عبد الله ادري بس حلو ان الناس تعرفك كشاعر بس تعرف حياتك الشعرية في نقطة بنوح عليها تفضل. أنت قلت شعر وشعر أنا قدمت القصيد جزء بسيط من اللي عندي ولا أنا مقدم اللي عندي كله أصلاً في البرنامج هذا الكلام ما نمقدم هذا هدين أنا ذكرت في التقرير أني أشوف فيني إعلامي صغير ودي أني أكبرها نمي وقال الأستاذ سعيد أنا أشوف الشغلة هذه فيك يعني وافقني الرأي فأنا يا أخي هو له طموح ثاني طموح إعلام أنت إيه إعلام يا أخي أنا أشوف الشيء هذا عندي أنا رجل فأنا بنمي أريد الإعلام ولست منهم لكن أبي الإعلام مساء شيء يا صلاة من مش عاد درب يا صلاة صدقني نعم أنا عندي هدف إن شاء الله بحقه مع الله سبحانه وتعالى